الوضع كتير حساس، كتير ستريس، ركض براكت، حمل سائل تنس، وجع راس، ضغط بضغط، ضل عايش بإفلاس وبتشتغل كل الوقت، بتروح تشرب كيس، بتحط الفوقك والتحت، بوعصبك معجوق، عم بتفركش بغراضي، عشغلي لازم سوق، في عشقة مثل العادة، أخر بوصل محقون، حمياني البواتير، تا انساها الهموم ما إلي غير كوميكاتور، صاحبتي مش قبلاني غير ما تلبس فرور، والتنورة وجزداني على لون الشاسير، فضت لي كل جيابي حتى تلبس سنياتور، ضحك منا حرزاني وحضار الكوميكاتور. أنا أمي قالت لي المستقبل أهم شي، بارك يا ماما، عم بفلح مثل السطل وما عم يدفعوا لي شي. ايه والله يا سطلي، قد ما صعب الحياة منتعب ولا في ريديور، ما بتهر من البيت بس يبلش كوميكاتور. شو الأصلية؟ شو خيّة؟ رواء؟ تمام. شو معلم؟ هي اسمها أصلية يعني؟ نكلها بيلي ليك سبوع دايك بضلوا يعني، والله العظيم أنا لو ما أهله يعني موصيني فيه ما بياخدوا معي، ما بجيبوا معي، أنا عود بجرسني بالأذن. ليك هات طيب الكتمان بارع، شو وضعها؟ لآخر رواء منيحة ولك ايه طول جسد صحبات اللي بدك إياه. عفو مزبوط بدفع بالكم، عفو مزبوط، شو عم تفكروا تعملوا؟ مشي ولا شيء، كنا عم نشوف مين أصلية. لويس كنت هيدا لك عم يسد بوزك، عم تسير، مش عم تفكروا تسرقوه؟ لا 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 ابدا ابدا، شكلنا عم نسرق؟ لانه انا وصلني بلاغ انه في بوطة بدها تسرق. مش نحن ابدا ابدا، باطل باطل هذا الحكي، باطل وخالي من الصحة. ماشي معي تحقيق. لا لا لا, 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 لا حدا شو تدخلك، شو عملنا نحن يا عم قاعدين؟ طيب ماشي، رح اسال كل واحد منكم سؤال، اللي بيعرفوا بتركوا، اللي ما بيعرفوا باخذوا معي. لك شو دخلنا معك؟ لا يلا ما بلش معي، بس بليز، مين فاز بمباراة الهومنتمن والرياضة؟ هم انتمن. الله معك، برافو. جماد، مين فاز بذا فويس كيدز؟ في حرك شفافه يعني؟ لين حايك، الله معك، يلا شوف. وانت شو فهمت من هالموضوع؟ فهمت انه لين وهم انتمن وصلوا على الفينال. وصلوا على الفينال؟ مزبوط، مشي قدامي، مزبوط، مشي قدامي، بلا مخ، مشي قدامي وصلوا على الفينال. ايه الو؟ الو نعم. ايه بونجور، حضرتك إلسا؟ نعم حضرتك إلسا، مين حضرتك؟ ايه حضرتك مقدمة على وظيفة نعمل لأجلكم؟ نعم نعم استاذ، هيدي أنا. ومخلصة كل ورائك ما هيك؟ نعم نعم استاذ، يعني ما توخذني احترق دني لأعملهم، كلهم جاهزين. وحتى عليهم ورق بول؟ نعم نعم استاذ. وحضرتك ساكنة بالأشرفية ما هيك؟ صح صح استاذ. وكل صورك الشمسية على الملف؟ نعم استاذ. ولك شو بكي شو ما احكيكي، بتقولي لي نعم استاذ نعم استاذ نعم استاذ، انا الزبال ولقيته رايكم بزباله، قد بلكي بتعوزيهم وتجي تاخديهم. ايه كوميكاتور كوميكاتور. حياتي بدي انزل جيب مي، بجيب لك شي معي؟ لا حياتي مرسي ما بدي شي. اوكي. اوه ترك السليولار، هات لنشوف شو مسمينا على السليولار، شو حاطط بروفايل. البقرة التانية؟ هلا بقول لك كيف، هلا بقول لك كيف، بس تجي هلا بقول لك كيف. بقرة تانية قال، يا عيب الشوم. خي يرحم الموتى، يرحم اللي بيكون الموتى. عطشان تشربي قلبي؟ بشرب قلبك؟ هيك مسميني على السلولة البقرة التانية؟ يا بلا أخلاق بلا أخلاق، أنت هيك مسميني ولو؟
قلبي ما انا مسميك هيك كرمال تمويه بس مش اكتر. انا مش هيك عم بسالك، هلا بدك تقولي مين البارة الاولى؟ مين هي؟ مين هي؟ هلا بدك تقول. اه؟ كوميكاتور كوميكاتور. ليك يا عيني قصة دفع هذا الشهر ما بقى فيه، نقلنا صرنا على الحديدة، ما بقى تقولي لي بدي ما بعرف شو بدي ما بعرف شو، ما بقى فيه مصاري، أكل ما معنا ناكل، خلصنا ما تفتح تمك، ما تفتح تمك، إذا بدك جار بدك تحكي ما تحكي، خلص خلص. صباحو جار صباحو جار طوني صباحو. صباح الخير، شو بنا خيي؟ طالع صوتك عم كل تهدر. ماشي قرفان من هالبلد كله يا زلمة. فكرنا في شيء جديد هاينا رفاق من هالبلد. خلاص خيي مخنوق انا ومرتي عم نتقطر على الانترفون، جرسنا بعض قدام العالم يا خيي. صوتك عيب يا زلمه، طلوا العالم شو بك. كله دفع 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 خيي، تعودنا. وضرايب ضرايب ضرايب دفع دفع كله مخنوق خيي، مش عم برتاح. روتين بيقتل وبرشر ومسؤوليات وخلص خيي. بدها تزبط. لا عم بيقولوا في حلول هلا، بدها نتفه بده يتحسن. لا وبدها تشتي كان تغير خيي. لو بدك تفل لو بدك تاجر تترك بلدك يا زلمه، لك غنى عن بلدك. على الهونولولو بروح، بس اخر هم بدي ارتاح من هالبلد. لا لا هذا كله حكي، هلا يومين زلمه بترجع بتروق بتغير رايك. هلا لا والله هلا شو مشنج بعدك على امارتك. نتفه بتروق شوي الاوضاع وبتتحسن وكله بيهون. استني كنتان عندك ملقيتك، في عندك بال ملقيتك. تفضل فاتوره موتير. ها هاي اول فاتوره شفت كيف عم بقول لك؟ كله بالبلد تدفعه مرتين وضرايب وبفوتوك بالحيط. ها هذا اجى المتخرى. كيفك ماشي الحال؟ منور شو الوجه الحلو على بكره الصبح خي. بدك تحكي بدك تحكي اللي لك واللي عليك. مخنوق كله بتدفعه مرتين خي. معقول كهرباء ومي وكل مرتين موتور؟ انا ما جيت لعندي، جيت لعند امبارح. عندك امبارح ما لقيتك. ايه اهلا، ليه طالع علينا هذا الشيء؟ 10,000؟ 10,000 ليرة؟ 10,000؟ ها؟ هاي 10؟ انت دفعت امبارح 10,000؟ ما بقى انا شكلها مدامتي دفعت، ما عرفت 10,000؟ هاي شفت كيف؟ 10,000 بس؟ نعم استاذ. محرور بك شيء خيي؟ لا بتمنك شيء استاذ. 10,000؟ 10,000؟ يلا فرد الله. شفت كيف ما معي غيره اصلا. شفت كيف بدها تتحسن؟ والله بدها تتحسن، عم بيقولوا الوضع الاقتصادي بيصير منيح ان شاء الله. في صراويح. ايه بكره لا تجي كمان بيجي قليل. نفس 210,000 موتور يا معلم. انا سمعت خبريه بده يتحسن الوضع. وحيات الله كنت مهاجر. كنت كيروز مرحبا، يعطيك العافيه. اهلا كهرباء الدوله ما بترتاح. ما خيرو قلت لك موتور بلشت معصب رجعت ارتحت. شوف قد ايه يا اخي. 450,000. كلك ذوق. شو 450,000؟ 450,000 ليره. يمكن مغلط بصفر 45,000 اصلك، لانه نحن عاده ندفع 450 وثلاث صفور. لحظه، هذا الشهر جاي علي انا توني كيروز. اكيد توني نجيب كيروز. نعم 450,000 ليره. ما انقطعت هذا الشهر، ما انقطعت. وحضرتك شو عم بتدور؟ برادين اسم الله، اي سيات، اظنيت. ايه مضبوط، مناطق تكهرب على الشهر. كرمال هيك المطار 10,000؟ ايه ما اجى المطار. شو بعوضون بهون بالفرق؟ 450. تعال خبر خبر. لا ما ما لا لا اذا بتريد ما تمد ايدك، ما تمد ايدك. ما 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 تمد ايدك، اذا بتريد. خليني احكي كلمتي خيي. هذا الوصل. تغلي بتبله وبتشرب زومه وانا مهاجر. توني المطار؟ انا مهاجر. مطار 10,000 يا زلمة. انا مهاجر. 450,000 عمو معروف. 450. كوميكاتور هو اللي خرعت كله من حياتي. ضبيت من خنم يا حبيبي يا حياتي. زعلان انت كحيتة؟ ما كلهم يومين راح عم اشتقت لأهلي بتروح شوفهم. يا حبيبي انت ليه زعلان هيك؟ لك يا حياتي عن جد زعلان. ما تعمل ثلاث صغار هلا بشرفك يا حبيبي. ما كلهم يومين رايحه، بدنا بحكي كل شوي انا وبتمنك عني وهيك. يا حبيبي يا الله مش عم صدق. طب تعرف شو حبيبي؟ خلص انا ما راح زيد عليك. يا حبيبي لا مش عم صدق. شربون عم بهل قد زعلان. يا الله لك يا حياتي. خلص طيب ما تبكينا قبل ما فيل يا بيبي. بدك كلهم يومين. يا الله يا اني. يلا خلينا نمشي. يس مادام. يلا حبيبتي. أني كل يوم تحكيني، كل يوم تعملي مسكوت ارجع احكيكي. اوكي مستر. اذا رجعت رح دقلك، اذا وجعني بطني رح احكيكي. سمعيني على طول صوتك باليومين. هلا احكي لي ايدك شو ها؟ لك روح انت صدعتي حالك. صار لك ساعه بتقولي انا بدي اشتغل لك. اوكي أني كل يوم احكيني. اوكي مستر. الله معكم. انتبهي لحالك. عن جد عم تحكي؟ تعال غلج.
مشي يا عمي مشي. كوميكاتور كوميكاتور. شو هالنهار المشوي باليوم؟ مش معقول الشمس كتير قوية. أنا مستغرب كيف عطانا الدكتور هيك بروجي، يعني معقول ما بحس معنا، يعني قلبه مش علينا يقول أنا يعني إنه يحط ولاده مطرحنا؟ معقول؟ مش معقول، مش دارس أصلاً كان درجة الحرارة تبع الشمس بهيدا النهار؟ دوماج إنه إذا بنقدر ننزل على الشارع ونسأل هيك أسئلة؟ مش معقول. ليك بقول لك شيء، هو الزفت بيعمل هب الرفلكسيون على الوجه، هي بتعطي اللوميير. إيه مزبوط مزبوط هلا مزبوط. نحن يعني في هذا البروجي اللي عطانا إياه، يعني معقول إنه طلب منا ننزل على الطريق ونقعد نسأل العالم؟ معقول يعني؟ أنا ما بعرف كل مرة بيطلب منا هذا السؤال. وبقلنا قال إذا سكرت معكم نبشوا على جوجل، كأنه جوجل بيعرف أكثر منه ومنك. جوجل ويكيبيديا كأنه هني بيعرفوا أكثر مني ومنك. بسم الله بدني إيه. هلا خلينا ما بقى نضيع وقت وخلينا نشوف مين بدنا نسأل. ها لحظة شو السؤال؟ بدنا ناخذ نوت. في هذا المشي خلينا نجي نسأله. إيه خلينا أقول لك عن سؤال تبع هذيك المرة. يلا بونجور مسيو. بونجور هلا. يي لك مين مسيو روز؟ على طول بنتلاقى فيك. حظي حلو كثير، انا على طول بتلاقى فيكم. لا احنا حظنا حلو نحن. ايه؟ عن جد نحن. شو سؤال اليوم؟ لك في عندنا دكتور فيلسوفيا عطانا بروجي، طلب منا مثل عادي ننزل على الطريق ونسال هذا السؤال. هذا الاستاذ وزاته مزبوط مقدين على الطريق. الله يلا يلا الله يقويكم. ايه اسالنا. ما هي فائدة الخمر؟ فائدة الخمر مزبوط. الخمر بأول نظر. الخمر بأول نظر. برر اجاباتك اذا بتريد. جوستيفي تغيب كمان. اي لانه بس تشرب بتشوف الشخص اثنين. ايه ايد ايد عندك عندما تشرب ترى إيه؟ الشخص اثنين. الله قويكم. ميرسي كثير. إيه؟ ميرسي كثير. ازيك من وين بس؟ بعدين بلا. ميرسي يلا باي موفقين. يلا مش عم تتكاي يعني انا ما بحب احس دقني ابدا. شو بقول لك كوميكاتور كوميكاتور. بونجور. اهلين. منيح؟ سوري حضرتك حط اعلان بالجريده انه شقه للبيع ما بعرف. سوري بس انا صراحه مع عائلتي وهيك قصدتك عن جد، يعني ما قصدي لا اكسر لك برزقتك ولا شيء. بعرف انه حضرتك طالب 600 دولار اجار للشقه سوري، بس انه يعني انا كيف بدي اقول لك وضعنا عقدنا وهيك، وصراحه يا ريت بشوف بركي بنكسر منك شوي ومنا شوي هيك انه بركي بتزبط على 500. يعني انا بعرف انه المنطقه كتير مرتبه والشقه كتير كبيره واللوكيشن كمان كتير منيحه وهيك، يعني بفهم انه الشقه مستاهله يمكن 600 واكثر، بس والله مش قدرتنا يعني. بس في مجال يعني على 500. شو اسمك بالخير؟ سوري شو اسمك بالخير؟ ليا. ليا شلون؟ ليا حج. لبنانيه؟ انه بلبنان. ايه لبنانيه. لا تواخذيني ما عم ناجر لبنانيه. سوري نحن عنا ما عم نأجر لبنانية، صرتوا أكتر منا بلبنان. شلون إذا إجا مفيدة بن عمي من الشام شلون بدي وين بدي أعده؟ بقول له روح استأجر من اللبنانية. لا تواخذيني ما عم نأجر لبنانية. كوميكاتور 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 شو هالقصة هيدي أنا هلأ هالقطعة؟ شو هالقصة هي؟ شو بدي أعمل أنا هلأ؟ يعني مش وقتها أبداً هيدي هلأ. السيارة وخبار والوقت هلأ هيدا شو بدي أعمل فيها؟ تأخرت عليه هلأ. يا ربي يا ربي على هالنهار يا ربي. مدام إلسا أنا غلطان. كيفك معلم أوبي؟ الحمد لله. أنت كيفك مدام؟ مثل ما شايف والله. شو صاير معي؟ قطعت معي السيارة. أوه هاو بيحمو حماوة؟ ما بعرف شو صار، انضفت السيارة والمسجلة انطفت والبطارية انت أنا بقول شكل قصد بطارية. ودقيت له الكهربجي قال لي بده ساعة ليوصل، ساعة أنا بدي أقعد أنطر هلا. ولو يا عيب الشوم يا مدام إلسا مضربين التليفون، شو قاعد عم بعمل أنا؟ أنت؟ إيه أنا مين لكن؟ انت مش كهربجي للبيوت يا مدام إلسا؟ الكهرباء كهرباء زي هلا نشوف شو صاير معك هون يا عمي. اطلع شوف. اوف صاير اول شيء مثل ماس. شو رايك انت؟ هات لنشوف. اضربي مارش. يا او قال لك تعي تعي ما تضربي خلص. وضحت وضحت عم اهلك عم توضح. هذا الكابل هون مين لعبين فيه؟ الكابل ما حدا لعب فيه. افتحي كونتاكت. يا تعي 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 خلص. لا شو لا شو
نا شو؟ شو قال شرايطان؟ مين هيك ملزقهم؟ حيا الله بيلزقوا وحيا الله بيعملوا شغل الكهرباء يا عمي مش كيف ما كان. ما حدا ملزقهم هول. عمالك لنشوف. اللي بيجوا هيك بالسيارة. يا ماشي الحال. ماشي الحال؟ مبروك. خلص؟ يلا هات لشوف أختي. يلا بينا نشوف. يلا. يلا إن شاء الله. معلم أوبير ما عم بتدور. ما عم بتدور؟ لا. دوري المساجلة. إيه أوكي دارت. دارت؟ إيه يلا عشت مبروك. سوري مدام ارسا سمت فهمك معقول انا ناطرك ساعة هلا ليجي الكهربجي هيك تزهق بالموسيقى؟ مش بدي بالموسيقى انا بدي السيارة تدور صلي لك كان وصل الكهربجي شو ما تعوز حكينا يلا باي سلمي عجوزك لا مجنون هيدا تعتير تعتير كوميكاتور كوميكاتور يا سهرة معقولة يعني معقولة شركة طويلة عريضة مدخولة بالسنة مليونين 3 مليون دولار معقولة ما في كمبيوتر طيب على المكتب بتشتغل عليه يا زلمة والمشكلة انه شركة ديزاين يعني اهم فساتين اعراس ومصممي ازياء وبعرف شو بنقعد نعمل ديزاين على ايدنا تخيل انه انا مضطر اجيب لابتوب من البيت يعني تقدر اشتغل هذيك المرة كان في كم شغلة بدي اكتبهم كتبتهم على التليفون وبعتهم ايميل لحالي يا زلمة والله مسخرة توشتون انا وضع صوتكم شوي بعدين انه بعد ما كتب عن بعض قر 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 نحن مش عايزين نشتغل لا بس بنقصه بالنص يعني لا بس بعده للشغل برو متر 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 انا بس شو إذا واحد رش دواء للصراصير ولا ما بعرف شو اختنقنا بتحسوا كلهم جايين جانزاليزيه مهم تتفلسف انت ايه؟ مهم تتفلسف هذا الشاطرين حبيبتي انتم ما بترشوا دواء للصراصير عندكم بالبيت ولا بيتكم ضد انتي صراصير؟ ما بنقعد هيك بالبيت بس نرش بعد الساعة تنتين كيف مش حسب نرش ونخنق حالنا ماشي الحال ماشي الحال هلا رش رشة صغيرة ما اصلا هن الحشرات بيختنقوا من المبيدات مهضوم مهضوم كثير مهضوم عاد اشتغل حشت لتلت ما بقى فينا رش وما بقى فينا ما عم تحكي معنا يعني ما عم نكد انتوا اللي اشتغلوا عملوا الحج لا مشوا قهوه كل النهار رايحه جايه شباب صبايا يعطيكم العافيه كريم تفضلوا تفضلوا بترجل تفضلوا بترجل اهلين بالاستقلال ونحن بالاكثر يعطيكم الف عافيه ثانك يو ميرسي طلوني اول شيء الشغل كله تمام كل شيء بيرفكت الحمد لله شغل تمام كله خير الله يخليك فوق راسنا هلا مثل ما بتعرفوا نحن اليوم شركتنا رشت دواء كرمال الحشرات الصراصير والبرغش صيفيه ادمين على صيفيه وهلا الساعه بعدها تنتين وضاويكم للخمسه اللي مزعوج من الريحه في العبايه مش معقول كثير حضرتك المدير انا مستأذن انا كثير مضايق مش بقدر انا عندي بالبيت ما بقدر هيك لما هلق من بعدك انه بدنا رش صغيره ما بقسه بترشوا برفق متعوده تعالوا هون حلو حلو والله هلا صرنا نصيعه بقره هلكونا كوميكاتور كوميكاتور خش ليتي شو هالطقس المشوي خد ديانة رح نفطس يه لك ملا محل خش ليتي لدينا سلج خد ديانة بهالطقس المشي بوثلج خش ليتي يلا عليهم خد ديانة اخت شليتي مرحبا اخت ديانة ملا دكانة اهلين شباب مرو اخت شليتي عندك تلج في تلج كيف عرفته اخت ديانة شو هالهبلة ما مكتوب يوجد لدينا ثلج يوجد لدينا ثلج شو مقصر ولا منضرب بالرمل طيب ايه في تلج شو بدكن يعني ما فهمت بدكن تلج؟ اخت شليتي تلج تلج؟ لك يا خيي تلج ايه ليش مستغربين؟ اخت ديانة تلج مسقع؟ لك اذا بدك بسخن لك ايه يعني اذا ما بدك ايه مسقع؟ اخت شليتي لا خلينا اياهم مسقعين حضرين اياهم هلا بنرجع ايه بامرك يلا اخت ديانة مش مطولين اخت شليتي راجعين لك اخت ديانة
اخت شليتي وين التلجات؟ اخت الديانة. اهلين اهلين بالشباب، شو حضرت لكم التلجات انا؟ يلا اخت شليتي وينن؟ ايه يلا، بس شو هو اللي معكم؟ اخت الديانة جايين بدنا نعمل سكي. وين جاي تعمل سكي؟ على التلجات اللي عندك اخت شليتي. هلا انا حضرت لكم التلجات لو تجين تعملوا عليهم سكي؟ اخت شليتي شو بالمره؟ هبله اخت شليتي مش عم تلعبنا. معقوله ما انت حتى يوجد لدينا ثلج؟ انت بدك الثلج لتجي تعمل عليهم سكي عندي هون؟ ايه اخت شليتي مزبوط. يلا روح رح اجيب لك التلجات. اخت الديانه ما حتى يوجد لدينا ثلج. تعمل سكي عندي هون؟ ايه يلا يلا من هون يلا. جديد بعد ناقصني حضرنا التلجات قالوا دابو. كوميكاتور Oh really? I can't believe he told you that. You should have told me yesterday about this. I can't believe this. Wow. He's so cute, you know? Yeah. Oh really? Wow. That's nice. Hey pretty. Wait, let me just talk to you in 1 second. Hey handsome. How are you doing for today? I'm good, and you? Well, I'm very good. Well, I was sitting up there and just saw your pretty face. Oh, thank you. That's so sweet. I think taking your number is a good idea. I mean, if you don't mind. Yeah, sure, I don't mind. Yeah. Of course. Let me give it to you. Yeah. So it's 333-444-2829. That's good. I'll give you a call in a bit, okay? I'll be waiting for it. Yeah. See you. See you. You won't believe what just happened, I'm telling you. Bonjour ma belle. Salut. Ça va? Ça va et toi? Est-ce que je peux m'asseoir ici pour une minute? Bien sûr. Ça va? Ça va. J'étais en train de passer de l'autre côté et j'ai vu ton bon visage. Ah, c'est gentil. Franchement, tu me plais, demoiselle. Bah, toi aussi. Ah, bien, c'est génial. Est-ce que je peux prendre ton numéro de téléphone? Bien sûr, bien sûr. Je vais l'écrire. C'est bon? Bien sûr. C'est très bon. Ah, merci. Alors, à bientôt. À tout à l'heure. مرحبا. أهلين. وحياتك، كنت قاطع تاني ميلة من الطريق وشفتك من بعيد. إيه شو يعني عجبتك؟ لحظة شوي. لا حبيبي بدك تروح، أول شي بدك تقلي عندك بيت ولا ما عندك بيت؟ حضرتك قديه بتطلع بالشهر؟ بتشتغل شو بتشتغل؟ موظف؟ عندك سيارة شو؟ أنا ما بطلع بحيالة سيارة. ما تفكر إنه أنا لبسة في زون رح أطلع بحيالة سيارة. إذا معك بورش بتحكي معي، ما معك بورش ما بتحكي معي. بعدين حبيبي لحظة شوي، إن شاء الله تفكر فكرك إنه أهلك رح يقعدوا معي بالبيت بخلقتي، إنه أنا بدي أتحمل حمايتي كل النهار من على بكرة لعشية؟ لا حبيبي لا. أنا ما بقبل، أنت طالع ما بدي إياك حبيبي. لحظة شوي، بعدين من شو فكرك انه انا هيك حياتي؟ بدي اروح اسهر، بدي اروح شوف، بدي اشتري محلات، انا بس لوي فيتون شانيل، ما بشتري حيلا شيء. وليش بعد شوي روح شوي؟ انا واقف هونيك الرينو دوز هذه الحمراء نفس دولاب الوراني لعليك. ايه إيه انت مسكر علي، قومي نبري قطعيني لعما بقلبك زواج. اوكي مين فاز بزو فويس كيتس؟ في حرك شفافة يعني؟ لين حايك؟ الله معك. يلا يا شوك. خليك عملوا معاك مش مسطولة. خليك هيك. وانت شو فهمت من كل هالموضوع؟ فهمت انه لين خليك ما تغير شاب بالخلي. وانت شو فهمت؟ ارجع عيدا. يا بدنا نطلع على شيء طبعا من البيت، يعني بس انا وحده بيوفر $1,000 يعني حضرته مش كتب. بس انا بعدني عم بعمل كالكوليشن على ايدي كمان، انا كمان مش منطقي. ايه فاهم انه 5 دوماتات اسيس سور مدوا تقدر ليكو انه المكاتب بتقرب، انا ما عم بقدر اشتغل من صوتكم صراحه. طيب لحظه 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 لحظه، خفف النسنسه بالاول. احنا عم نجرب. كتب عندك دور سيسات
اكس يجريك السطر اللي بعده. مش معقول يعني سهلتينا عندنا هلكونا اللي بعده شوي مكاتب عن بعض مش معقول. لحظة سوري انا وقت صوتكم شوي عنجد الوضع كتير حساس كتير ستريس ركض براكت حمل سائلة ناس وجع راس ضغط بضغط دل عايش بإفلاس وبتشتغل كل الوقت بتروح تا تشرب كيس بتحط الفوقك والتحت بو عالصبح معجوق عم بتفركش بغراضي عشغلي لازم سوق في عشقة مثل العادة مأخر بوصل محقون حمياني البواتير تا انسى هالهموم ما إلي غير كوميكاتور صاحبتي مش قبلاني غير ما تلبس فرور والتنورة وجزداني على لون الشاسير أهم شي فضت لي كل جيابي حتى تلبس سينياتور ضحك منا حرزاني وحدار الكوميكاتور أنا أمي قالت لي المستقبل أهم شي أكبرك يا ماما عم بفلح مثل السطل وما عم يرفعولي شي ايه والله يا سطلي قد ما صعب الحياة من تعب ولا في ريديور ما بتهر من البيت بس يبلش كوميكاتور